شغنقول لك اخويا، انا في الليل خرج هاد النهار هذا غيخرج انت مع الدراري، ولا بغيتو تجيو عندي اجيو، مرحبا بكم. كل نهار خارج انا. هاي 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 على ديابلو، شفت الشيء هذا الشريف؟ مالكي راك في دارك؟ وراني في داري. مالكي شنو كاين؟ واش شرب الصباح العشيه الظهر؟ واش انت شويه لاباس؟ مالكي شنو بغيتي؟ بغيتي شي حاجه اخرى؟ راه عندك مرا، عندك بنت في عمرها 6 سنين. عندي مرا؟ انا بعدا راه يومين مشك تنشوف كامل الليل، الليل كتجي تنعسي في الصباح ما كنلقاكش. فين تاكل قصاره؟ تاكل في خدمتي. خدمتك؟ هاد خدمتك هادي هي اللي خارجه علينا، هاد خدمتك هي اللي بدلات كلشي. انت خدمتي ما مسروطاش ليك. هاد الخدمه هادي انا ما باغيهاش، وما حد هاد الخدمه انت خدامه فيها، وانا هكا ما كاين غير الشراب والنعاس والصافي. تالين تالت سالي انت هادشي ديالك، تتسالي هادشي ديالك. شغل سالي، واش انت ما قدرتينيش انا قدر بنتك اللي كتشوف كتشرب كل نهار، وانت اخر وحده تهضر على ديك البنت، فهمتيها؟ علاش اسيدي بنتي عليك، واصلا ما ناقصها حتى حاجه، كلشي موفر ليها، وبهذيك الخدمه اللي انت ما باغيش غنزيد نوفر ليها بزاف ديال الحوايج. واش موفره ليها؟ موفره ليها خدامه لايحه عليها، وموفره ليها العساس والشيفور، زعما دابا عند بالك قديتيها؟ حيت كون لقيت بك الربح انت صباها، ما غندخلش انا ولاد الناس يقابلوا لي بنتي. وسيري كتعرف بعدا شنو هي الامومه؟ عطيها شي اهتمام. وانت كتعرف انت شنو كتعرف دير؟ تشرب عيود تضيع وقتك في هاد الحرام قابل بنتك. هادشي انت اللي وصلتيني ليه. ياك علاش اسيتك تشرب؟ بفعايلك، بفعايلك وصلتيني لهادشي، فهمتيها؟ بفعايلك حتى انا وليت كنشرب. قلت لك سيري خدمي، قلت لك عطيني شي فلوس. خدمتي هاديك، هاديك انا خدمتي، سمعتيني؟ شوفي جلسي في الدار نحيد هادشي، وانا نولي نمشي نخدم ونجي نوفر لك. انت راك مريض. انا مريض. انت مريض وخصك تعالج. هادشي غتعرفيه مع الوقت. انا مريض سيري، انا مريض. ماما بابا، ماما بابا، ماما اموري ماك بنتي جالسه هنا بوحدك عيط وقلب الدار كامله. ماما واش انت بابا اه لا ماما، انا وباباك حتى نهضروا وصافي، ما تعمرش راسك بهذا الشيء. اجي كليتي شي حاجه؟ لا ما كليتيش. يلا صيبي بنتي احسن ساندويتش. يلا ماما يلا بنتي، انا امورده امور. الو الو كندا، الو بدور، يلا صيفط لي الزودياك انا تنتسناك. قول لي بعدا شحال بياسه كاين؟ اه كاينين 3 البياسات ملاح. دابا حنا اتفقنا، شوف حنا اتفقنا على 5، ما اتفقناش على 3، وما يمكنش الزودياك تخرج اقل من 4، فهمتيني؟ اه فهمتك اسيدي فهمتك. اودي هاد الدوت راه خدمتك ولات ناقصه، مابقاش عجباني كاع. لا 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 ما ناقصه ما والو، ولكن اليوم ان شاء الله تكون الامانه كامله مكموله. عرفت مالا تشخف مبغا كاع يشعل. اي 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 على الناس صافحين على الصباح مقدين، ما نوصل لك القفه. تعاوني في القفه؟ شقف شقف. اه شقف ونزيد نشقف، وهي اللي حتي لنا شي بريكه تكون مزيانه. الله الا قالت لك شقف. خويا خويا قول لي علاش جايبني هنا؟ المهم قول لي من الصباح سامرين معاك، ما فهمتش. بغيت نعرف اخويا ما كتسدش فمك شويه، ولا هضره لا هضره، سطاشيني في راسي يا سعد، الله يرحمك الوالدين اللي ما سكتش. شوفوا سكت، شوفوا سكت، هي اللي قلت لي يا اخويا مع من دويتك باش ابي. يا ربي شو انا فاش نفكر والدري فاش يفكر. خويا شنو هي احسن حاجه غادي دير؟ هي غتبعني وغتسكت. الله يسهل عليك اخويا سعد. نموت ونعرف مع من دويت يا اخويا. واش تسالي سهل؟ تعب راه تعب. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهديك. لازم تطلع سير.
الو الو مدام فاتي، راه اميره وصلات. اوكي خويا مهدي، ميرسي. الو الو اختي اكرام، اميره وصلت للدار؟ اه ها هي ليلى داخله. هانتي بلا ما نحتاج نوصيك عاوتاني، انا راه مازال معطله شويه في الخدمه، عافاك عطيها الكوتي ديالها ابخي خرجيها شويه تلعب في الجرده. كوني هانيه ليلى، ما يكون اخر. يلا ميرسي اختي. اجي قولي ليا، واش ياسين باقي ناعس في الصالون؟ اه ليلى راه باقي ناعس. المهم اختي ردي البال عافاك الاميره. صافي كوني هانيه مدام. يلا باي باي. يا ربي عفو عليا من هاد الخدمه. يا ربي تصبرني. اميره اش كديري هنايا؟ والو طاطا اكرم، غتبقى فيا بابا. كيبقى فيك وعلاش بالسلامه؟ حيت تنعس في هاد البلاصه وهاد البلاصه معذبه. هلا هو بنيتي الخاطر، زيد نعطيك بنيتي شي حاجه تاكلي ونديك نخرجك. علاش؟ واش ماما ما غاديش كاع تجي باش تخرجني للبارك؟ ماماك عندها بزاف ديال الخدمه اليوم، داكشي علاش نخرجك انا. ولكن الا كانت ماما خدامه هو بابا يخرجني. شنو هو يخرجك؟ بكره وصال القمر، دابا تبعينا بنيتي للكوزينه تاكلي شي حاجه. يلا كولي باش نخرجك. داتي اكرم واخا تعطيني شويه ديال لي بونبون. حبيبه ماما قالت لي ما نبقاش نعطيهم ليك، غادي يديروا لك الطرصه، وكولي دابا باش نخرجك. واخا داتي. تعالي بيتي، اجي قول لي، قول لي قول لي فين غادي تمشي. صاحبي اسكت اصاحبي، انا ساكت، عندي الشحال، انا غنحضر لك الطوموبيل. حل البال احلى اللي مش عارف تمشي دير والو. انا حداك، انا حداك سين، انا حداك، انا حداك. واش راه داعي عليا امي غو مش عارف دير والو مغرها. اجي صاحبي صافي، تبقى جا قول بالنسبه عليا، انا غنحل لك حدايا لعك. انا حاضر. ولا 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 لا 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 دخل داخل، لا 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شوف ما قادش على الحبس ان شاء الله. شوف يا اكرام، قسما بالله حتى غير بهذا الجيري غتعيشي معايا النعيم الا قبلتي عليا. قال لك النعيم واكالوش، راه كنقول لك ديما مابقاش تضرب الشقوفه بزاف، راه ما كيجيوش معاك. خويا قول لي فين غادي بهاد البرويطه هادي، قول لي. شكيله صواص وكسكس اصاحبي، صدعتيني في راسي يا سعد. هو ساكت اخي، هو ساكت، هو ساكت. شوف الريز، بغيتك تقول فيا حدا ديك البعلوكه راهي شيا تم وقف. علاش؟ واه سير وقف عليها، ماكش تسول بزاف اصاحبي، سير وقف سير. شفتي انا على قبلك نحيد الشقوفه ونحيد قلبي من بلاصوني ديالك. هاي 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 على الرومانسيه، اي قول لي منين جبتي هذا الكلام الحلو كامل. ها هو واقف، ها هو واقف، واش يوقف؟ ها هو واقف. سلام الزونه، لاباس عليك؟ سلام عمو. قولي لي الزونه، علاش كتلعبي بوحدك؟ حيت ما عندي معامل اللعب. هاكا، عرفتي شنو؟ تنا عندي واحد خويا صغير قدك بوحدو ما عنده معامل يلعب، شنو بان لك نديك تلعبي معاه شويه ونعاود ردك. وفين كاين خوك؟ هو كاين انا في الدور. واخا خاصني نمشي نقولها لطاتي اكرم باش تخليني. بغيت نخليك تمشي عندها تقولها ليها، ولكن خفتها ما تبغيش وتضيع عليك هاد الفرصه، حيت خويا عنده بزاف ديال اللعاب ولي بومبو بلا ما نقول. بصح عمو في الصراحه انا تعجبوني لي بومبو. شتي ومن القضيه هكا وعلى غمض عيني ويلا حلي عيني. واو هادي ديالي. ايه لا لا، شتي هاد الحلوه ديالك اصلا عندنا منه بزاف، فين غتبان قدام هاد الشيء؟ دابا يلا مشي خويا ما ياكلو خويا كاملين باش ردك بالزربه. مشيو يلا زيد. انت دي ماري فين؟
شي انت والله تعالى ولا بقيت متبعك غنبقى بلا غدا. وتي مالك اولي اميره ناري على بلال وعلاش ما شديتيهمش؟ واش انت منيتك كي غادي نشدو ما كثير بالطوموبيل عند باك عندي السونطرو وافر رجلي اويلي خرجتي عليا من النار شتك ما شت الربح شنقول دابا لا لا سياسي 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 وقعت واحد المصيبه نوض مالك اميره تخطفات اسيدي اميره تخطفات كيفاش تخطفات وانتوما فين كنتو كنت اسيدي كنلعب معاها هبطوا ربعه من الطوموبيل دفعوني وما يديوها وانت بالسلامه فين كنتي انا سيدي كنت كنعطي الماكله للكلب شويه حركه سمعت شي صداع وخرجت بحال هكا وانا لقى اكرام طايحه في الارض وانت اصلا اش داك تخرجيها مع من تشاورتي معاه راه لالا سيدي هي اللي قالت لي خرجيها حيت اليوم مشغوله بالخدمه داكشي علاش مشغوله بالخدمه درقوا علي وجوهكم حيدوا عليا من هنا ولكن سيدي حنا قلت لكم حيدوا عليا من هنا واش ما كتسمعوش خدام انا نوريها خدامه كي دايره خديجة عافاك داك السلعة جا ومالي الدواء جا قبيلة خداوة الدواء كاملة كاملة سمحي لي قبطي ناري عاوتاني هذا شبغا الو ياسين تبارك الله على لالا مولاتي امر حاليا مع راسك في الخدمة ومخلية ليا بنتك في الزنقة اوف بديتي عاوتاني اسيدي بنتي هاديك وانا موفرة ليا كلشي وزيدون ما خليتها فين راه غير في الدار مع الخدامة وانا اللي وصيتها اسيدي تخرج تلعب شوية بنتك مع النبك ماشي مع الخدامة ولا ما فراسكش اخر الاخبار بنتك تخطفات لالا كيفاش تخطفات ودابا عاش ديري تمرحي بخدمتك مزيان وزيدي تعطلي الو ويلي عباد الله مالك لالا كلاب ما عرفت اختي ما عرفت شوفي تسالي سدي المحل صافي كوني هانيه صافي غير سيري كوني هاني ناري باينه هذه الاخره لينا شفتي بقيت مقابلك حتى خرجتي عليا دابا غدوري عليه الحبس بوحدي وزيدون علاش كذبتي عليه وقلتي بانه مهبطو خطفو لك البنت وخلاوك مرميه اويلي شنو بغيتيني نقول ليه حكا كنا كنتحابو درنا ما لقيناش البنت يصفي عليا انا وياك ناري على النهار باينه غيدوز كحل هادي ما كذبتيش فيها اخويا واش انا مصبحه عليك وبغيتي النهار يدوز زوين ماك صاحبي وقفتي هنايا ابا تبعني مالو هدا عاوتاني يا ربي واخونا مالك اصاحبي واش هرب لك الريزه عاوتاني ولا شنو شنو هو انت اللي بالي هرب لك الريزه شت المونتيف مدخلني عليها صاحبي شمن المونتيف اصاحبي البنت غنديو لموليها نجيبو رزقنا ونشوف حالنا شوتينا سعد اصاحبي شوف قسما بالله اللي ما كنتيش مع مدويش ديك لابيل ولا باغي ديك البنت والله الا زدت معاك الضربه يا رب العالي تصبر نشوف اخويا سعد انت انا غادي نقول لك وكن بالرجل عندك تشوهنا قول اخويا سنان اش نسمعك قول شي ديك لابيل اللي انت فارعه لك راسك هذيك راه عيطت لي الصديقه ديالي كنضرب معها لافيره ديما قالت لي غتجيب لي هاد البنت هذه وغتعطيني فيها 10 ديال المليون 10 ديال المليون الهبيل 10 10 ديال المليون شنو بغاو يديروا بهاد البنت يا صاحبي ولا والو والو راه بغاو يصدروا لدوك الاصحاب تيقولوا لهم صاحبي تجاره في اعضاء البشريه كيفاش ماك صاحبي شو مالك راه ما عندك مناش تخاف ما غيبيعوش هنا غيبيعوها في اوروبا هكا وليدي تبقاش تقول لي ما تخافش الخوف من الله وانت ما عرفتش راسك شنو تدير مالك صاحبي درتي هاد الحاله بحال ما عمرك شفرتي يا الريزو صاحبي انت قلتيها حنا شفاره ماشي قتاله فهمتيها دابا من الاخر شنو واش غدير لي شئني في الضمير اودي كون كان عندك الضمير قام تخطر في هاد الهيت هذا وتخيل معايا دابا انت عندك بنتك يخطفوها ويقتلوها تجيك عاديه وماك ثقلتش تنقول لك خاي سعد والله ما فكرتش في هاد الشيء راه سمعت الفلوس والتمانية ربع صغيرة بقى جابع الفلوس تمشي للحبس دابا خير من الاخر شنديرو في نظرك شنو غنديرو ومن الزنا فين نحطوها شنو هو انت مالك اصاحبي واش دختي راه غتكون مرونة تما على البنت واش مالك حمق شنو غنديرو اسيدي الحل غنديرو غنحطوها انا ونشوف حالنا مزيانة هادي صافي اخويا مزيانة المهم هي نتفكو من هاد المونتيف وكن بلاتي خير الرزق
من تسولني الدريه على البنت شنقول ليها؟ وبلوكيها، واي واحد يدبر لك على المونتيف بلوكيه، وكما كنتيش انت اخويا كون بلوكيش كان دبيلها انت دبرتي ليا عليها، الا زدت تبعني. يا اجا بنتي اجي عند خويا. اجا بنتي بعد تسولني، اجي اختي عاف شويه. قلت لي سميتك اميره ياك؟ انت في اميره غتبقى هنا في بلاصتك. انا وسعد غنمشيو نجيبو واحد النونوس كبير وغادي نعطيو ليه كادو من عندنا صافي. دوك انت غادي نبقى هنا ما تمشي حتى شي بلاصه صافي. وتحرك قول لي ملي خرجتي مشيتش الماركه ديال الطوموبيل؟ الا كان عقلي نفعني الشاف كانت داسيا وبغيت نتبعهم ولكن ما لقيتش كيفاش ندير. قلتي بالله حيدوا لك البنت من يديك ودفعوك تحتي. قولي لي ما حاولتيش تعقلي على البلاكه؟ الصراحه سيدي انا ما قاريهش وداك الشيء داز بالزربه حتى لقيت راسي طايحه في الارض. بديتي تتبعهم واخا توريني الكاميرا ديال الدار؟ الشاف الكاميرات كاينين ولكن ما خدامينش حيت مؤخرا وقع ايرور في واحد الديسك دور والمعلم اللي غيصاوبهم خاسر. معلم خاسر؟ كيفاش خاسر؟ لا بغيت نقول لك غير زعما سميتو المعلم مسافر وإلا بغيت تتاكد يمكن لك تتاكد بنفسك الشاف. معلم مسافر يمكن لك تمشي تخدم دابا حتى جينا كنعيطوا لك. واخا الشاف. ما قارياش ولقيتي راسك طايحه في الارض. المهم يمكن لك تفضلي ولا حتى جينا كنعيطوا لك. واخا سيدي مرحبا. ما لقيت لك داز كلشي بالزربه. القضيه هادي ما واضحاش والمشكل ما عندنا حتى شي دليل باش نبداو. هادشي اللي بان ليا حتى انا ولكن ما تخممش غادي نلقاو لها الحل. غاتعدني على لا غاتعدني ما يكون غير خير ان شاء الله. المهم سي ياسين ضروري ما تلتحق بينا للدائره. واخا سعد الضابط انا دابا نتبعكم. المهم حاول ما تعطلش. شباب امضرا شنو كاين؟ خدينا شي معلومات ولكن راه باقي حتى شي حاجه ما واضحه. المهم مازال البحث طويل يلا نمشيو. دابا قولي علاش كتبكي؟ واش كتبكي حيت بنتنا ضاعت ولا كتبكي حيت فضلتي عليها خدمتك؟ غير قولي علاش كتبكي دابا. يا زين بغيت بنتي يا زين جيب لي بنتي وبغيت بنتي. صافي صافي دابا نلقاوها ان شاء الله. بغيتي اليوم ما جاتبش معايا في الدار كل واحد ما بقات لا خدمه لا والو. انا غنقابل بنتي انا غنقابل بنتي. صافي شوف انا غنمشي للدائره وديك الساعه غنشوف شنو غنديروا. صافي ما عندك فين تمشي انت في هذه الحاله. ما بقاش هنا ما بقاش بنتي ما عندهاش لينا هي غنديري معاك ديري معاك يلا. لالا بقات فيا مسكينه. ايوا راه كبدت هذيك شنو بغيتي دير؟ واهو تا هادي عليك كنقلب. اجي اش كديري هنا نتيا؟ ورا عمي. عمي ولا خالي؟ ورا راه هادشي هذا ديالي. ديالك شحال ديالك؟ يلا سيري لدارك سيري. والله قالت لك ديالي. واهو تا هادي شي عندو عرجه. Thank you.
سمعني دابا مزيان، دابا انت مكسويل وانا زويقة، ومكسويل مع زويقة تيجي على الحقيقة. داري تشكي شنتا صاحبي نو هذا ماشي بشكل واخا هكاك مخواش ليا اشي وين يدي العواشة، نبغي نتصاحب مع واحد البنت وكانت ساكنة بعيد دابا صاحبي، غنمشي وخليك. وهداك بوراس يقبيله قلت لك سير جيب لي البوطة العسل من عندي يا زيد. قلت لك العسل وسيمي وسيليسيوس من العسل صحابك الدوخيني هنايا وباش عارف شي الميكروب سيليسون واش يعطي لك في البواطة مسدودة يا حليلي دابا انت خشي وما عرفاش القدرات ديالك وانا سيليسيون وتنشمو على بعد كلمة اش عشيوي كنت نخرج سلوكي غير خرج لي من الجيب. المهم شوفي انا واخا هكاك ضعيف وخا تقول لي بوراس وندي معك زوين ونمشي نجيب لك سيلي سي الاخر العسل الحر ان شاء الله صافي غنمشي. وحقا اليوم راه العدس عندك مصيري تمصيري العدس وغنمشي جعشيري. وهاد الزريق عندي ميكروب صح. سيليسيون ولا العسل يا كل شي بحال بحال الليلة من واحد البنت صغيره وما عادش فين غادي نبيها ناد شو انا بغيت نعرف واش مصيفطك مسخرك ولا مصيفطك تبرقق وانت اش ما صيفطتي لي نتسخر واش نقول لك ديك الشوش خاطفين البنت وباينه غيتعداو عليا ودابا مالك جيت تجري تقول لي انا فهاد الهضره ويدبروا راسهم انا مالي دبروا راسهم ويلا معايا انا ما عندي ما نمشي نعشق وعافك وطلق مني عتق راسك كتمشي تجيب لي صخر قبل ما تدور لي القناويه ياك يا الديبه تحرك لي قلبك حل فاني مشيت وسير انك عداد يا ربي تعفو عليا من هاد المخلوق وصافي الله انا فيك يا شا عرفتي شنو اليوم نتهلا فيك بغيت نمشي عند ماما بغيت نمشي عند ماما ولا ولا ومتبقايش ديري معايا لي بيتيز وانا رسانك نقطعو ليك والله تي ديرها هادوك المكارم وبعد يوم البنت هادشي من هنا ولا غنشدك بداك العصا اللي هاز غنشدك غنمحطك بها انا اصلا باغي غني ندوز ليك واش بربي وما تعطيوني البنت ولا مشيت ليكم من هنا ومنين تكون عندي هادي وتنولي كناضي وتسمع لك ميخي شي يقول وياه ميخي ونسميكم رجال قربوا عندي هنا ونبين لكم الحقيقة عشيري ويلا قربوا أنا نبين لك الحقيقة في دقيقة وانا اخبيه قعدت يومي خيش وكتليكم نادي وكن خلع دعوية
هادشي انا شابجو هاك شويه شيش حيد ديش على هاد نبيل. قولي لي يا حبيبه شنو سميتك؟ سميتي اميره. يا حليلي من اليوم كنعيط لك اميرتي. شو ما تسكنش انت تهنينا؟ قولي لي يا حبيبه فين كتسكني؟ ما عرفتش. وكيفاش حتى وصلتي لهنايا؟ ما عرفتش. كيفاش ما عرفتيش؟ هاي هاب شويه عليا ما تغوجيش عليا. وانت غاسكت دبرتينا على بيلانتي فهاد النار هذا دعيتك الله. دابا قولي اش نديرو فهاد الحريره اللي وحلتينا فيها صح؟ وتيش من حبيبه وصافي غتعيش معانا وغنعطينا بلاصتي ونبقى نعسها فلاك. واش انت تبربقتي ولا شنو؟ البنت ما عرفناها بنت من ما عرفنا اين مصيبه طاريه ليها تا وصل لهنايا والحاجه الوحيده اللي عارفينها هي السميه. وحد السلام هاي. وعليكم السلام يا دبدوب واش بغيتي؟ وديبا واش بواطات اللي سالاك؟ وهادور ميا السلعره باقا ما جاتش. قولوا لي ومن دبرت على ديك الدريه؟ صاعك هاديك اختي سيطر عليا من الطاريين. دابا مالك انت تتسول بزاف؟ الا دورمي وحيد الحضيه. هو داير وسرقه تهلاه في ديك الدريه وبلا ما تحسش وصيت عشيري. قولي لي يا اميره عندك ماماك وباباك وتبغي تمشي لعندهم؟ اه ولكن الا بغيتيني نديك لعندهم خاصك تسمعي الا هضرتي صافي؟ صافي واخا طاتي. يخليك ليلى طاتي. وداك الجحموم نوض قدامي يلا نديو البنت. شنو هو؟ على ما ربي واش ولا شنو؟ اللهم تسد عليا داك الدلقوش حتى نوض نقزك بيديا بجوج. واش انت مريض؟ البنت ما خاصهاش تبقى هنا راه مونتي في هذا السي. يلا حبيبي نمشي. صاحبي البنت مخطوفه وحنا جالسين تنضيعوا الوقت هنا. حنا المهم عندنا هو نحيدوا الشك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كدير الشريف لاباس عليك؟ بخير شتا تعاود مزيان؟ قول لي يا الشريف هاد البنت فايت لك شتيها ولا كتعرفها؟ ولا شتي شي واحد كانت معاها ولا اي لا حاجه كتعرف عليها؟ لا لا ودي لا ما نكذبش عليك ما ماني شتها ياك ما كاين باس. لا لا والو باس الشريف. هادو ربما تلقاو الناس هنا ربما اللي قد يعرفوها. واخا الشريف شكرا بزاف. هاني ولدي الله يحفظك. الله يعاونكم. المهم شوف انا حنا نخليوك هنايا وضروري ما غادي يجي شي واحد يعاونك باش تلقاي ماماك وباباك صافي؟ واخا. اه وهكاك نبغيك. يلا زريقه نوض يلا نمشيو. يلا اميرتي باي باي كان ما تخيش بي. ونوض نوض صاحبي وقت عناق دابا نوض زيد قدامي زيد. باي باي. انت ما بداش كتخلصص عليا انا كاين المرا ما سخيتش بيها. واش انت البنت يلا عرفتي تقول لي ما سخيتش بيها؟ يلا صاحبي نغيروها من هنا. والله ما نغيرها انا من هنا بالله. عاد نشوف شكون يدي اميراتي وتعرفي شي ميكروب يجي يتعدى عليها عاوتاني. نهارك ما جيتيش خويا يكون خلي ضاربك. واش كاين شي ميكروب قدك اصاحبي؟ دابا دابا قولي لي انت ما قولي لي ما تحاسبش كاين قولي لي انا فهاد اللحظه راه تبقى فيا غير انت. يلا خويا نتبعوا الطريق كنشوف هاد الجبن يخرجنا زيد نعطيوها يا ربي. فاطمة الزهراء هو صافي طيبتيني بالبكا بركة من البكا. بنت يا زفري هي بنت مجاهد وانا سبب بنتي انا انا ما قابلتش بنتي. دابا البكا فاش واش غيرجع البنت كون كان غيرجع البنت؟ شوفي 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 نقول واحد الحاجة هاد البكا اللي كتبكي كون كان غيرجع البنت كون أنا كنبكي. بنتي فين هي؟ بغيت بنتي بقيت بغيت سعادة بغيت غير بنتي. صافي شوفي فاطمة الزهرة البنت غادي نلقاوها. فين؟ ما خلينا غير نقلبنا فين غنلقاوها؟ غادي نلقاوها إن شاء الله غنلقاوها نزيدو نقلبو وغنلقاوها. بنتي كون دفنوها. ما تبقايش تقول هاد الهضرة. ما ماتتش البنت ما ماتتش. كتسمعيها البنت ما ماتتش وغادي نلقاوها ان شاء الله ان شاء الله غنلقاوها. صافي شوفي شوفي دابا انا عارفك دابا معصبه ومخربقه ياك
نمشيو نجلسو شويه في القهوه ياك، نجلسو شويه في القهوه وتهدني وديك الساعه نشوفو شنو ندير. صاحبي واخا القهوه يا غادي القهوه، صافي غادي القهوه، هي غادي القهوه. صافي الو وفينك صاحبتي؟ راني حدا الجرد اللي حدا داركم. صافي نجي دابا. يلا صاحبتي ما تعطليش ديما انت فحال هكا. عاد واش تكاش متعول عليك بكري ما عرفتش شكون هذيك حبيبي. ما كجلسه هنا بوحدك فين يا ماما؟ ما عرفتش ليك بعدا عندك ماماك وباباك، وداركم فين هي؟ عقلة ليها فين جات؟ لا هو تا هادي. ها انت يا حبيبه ما تخافيش، انا عندي كتل عند ماماك وباباك. واش بالصحه طاتي؟ واش انا غادي نكذب عليك؟ صافي هي صاحبتي جايه وغنمشيو دابا وغنديوك عندها. سلام. كان صاحبتي كتعطل بزاف وراكي عارفه راه خويا في الدار بزاف باش خرجت. ايوا السلاك اختي. شكون هاد الفنانه اللي معاك؟ واش اختك؟ لا صاحبتي واش انت عارفه بلي انا عندي شي اختي؟ وملي ماشي اختك شنو كتجيك؟ هادي لالا راه زيق جابو لنا الله هاد النهار. كيفاش البنت مجليه على والديها وما عارفه والو على دارهم؟ ما دارك هذا ماشي رزيق. ما تقوليش ليا كتفكري في داكشي اللي في بالي. ودابا قولي ليا داكشي اللي جاك في بالك بلان ولا ماشي بلان؟ منيسك وراه احسن بلان غير هاد النهار هو هذا. ويلا نشوف باش ما نتعطلوش. يلا يلا كبيده نمشي. ديبا شمن بلانا يكونوا كيهضروا عليه؟ وباش عرفتي انا ملي كنت معاهم؟ هادشي ها علاش قلت لك انا حدا ايوا هما تيبانوا نقياش وزويناش هما ما عرفتش فين غادي نبيع. زيد زيد نمشيو نتبعو. زيد يا ربي تصبرني وتخرجني من هاد المحنه يا ربي. ريح فين باغي تمشي ودخلوا للدار ندخلوا نشوفوا شنو واقع تما لدار. وخلوا يا صاحبي تنشوفوا شنو طرا. يلا دخلوا يا صاحبي انت مالك فيك الطايره والزربه؟ ريح يا صاحبي. شيت مازال ما قنعتونيش اخاي نتوما. هضرنا معاك سبعه اللغات وما بغيتيش تقنع. والله الطوموبيل مزيانه بالله اقسم لك يا مين انت نحيل. تيق هو صاحبي ومزيانه وفين هما الوراق ديالها صاحبي؟ كاين الوراق اما دابا حنا خويا كاين الوراق ولكن دابا البارح كنا مفوشين شويه والله ما عرفنا فين حطيناهم. راك راسك انا اللي لا تاع لا السيد صاحبي ضروري بغى يشوف الوراق الطموب. واش هذا السيد هذا؟ والله جبناها لي بروميير 140 بروميير. والله خويا انت دوزيام تطيح. والله حتى غيتيق بهم ما كيكذبش. السعد دوزيام عارف السعد ما كيكذبش. وين الموديل هذي؟ 2017 شهر 12 نهار واحد اللول اللي فيها راك حلا غرابه ما تيتيز كيدير على تيتيز غادي انا وسعد تقول لك تاع خويا كذبش عليك ناخذهم من عندك ولكن جيب لي الوراق اخي باش ما نتحاشمش مع السيد. الوراق البنات وما تعاودش الوراق. خويا سمح لي طلعت لي في الكرويله ديالي نمشي نبيع اخويا بطاطات. عمرك شي داسير بجد المليون والوراق يا لا بياس عندك الربح يا بياس يا لا خويا هاك يدون دير 40000 سير اخوش سير معاكم البيع على شتري نتوما. غادي نصيفطكم مزوقه لداركم. كانوا دويو شمن بروش اختي واش يبيله والمالك والبروش اللي دخلتو للدار. واش البنت اللي كانت تسافي على ماما راه ديرها عند ماما اللي ما تيقتيش سيري سولي ليها. هاي
ضحكتيني دابا نتيا بنت الحليب ودانون ديريها بالديبه وعرفتي شنو واجي نفسر لاختي داك الوجه دابا. لا 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 اختي صافي صافي احنا نقولوا دابا دابا كلشي وخلينا نمشيو بحالنا. يلا دوي. البنت البنت بعناها لواحد المراه كانت موصيانه وقلنا لها باش باش تبقى تطلب بها. ايوا شحال ركبات هاد لافير؟ دابا دابا عطاتنا غير 1000 درهم ودارت معنا الكماله ترجع الضغط. ويا لا لا طلعي تشابري طلعي. كيفاش اختي؟ وقالت لك جبدي الفلوس هو الفلوس. الفلوس راه عندها عندها. ها هو ما عندي عندي انا هاك هاك اختي هاك. ورا فيا ما نكشمطكم وكي لقيت راسي عامر بهاد المونتيف ديال هاد البروشه. ويلا دوبوا عليا من هنا. ويلا سيبي تبعني نتايا. قولي لي يا بنيتي فاش كتقراي؟ في الرابعة خالتي. انتي من اليوم غتعيشي معايا واصلا المدرسة ما عندك ما ديري بيها غنشري لك بزاف ديال اللوعات. ولكن انا بغيت ماما. ما كاين لا ماماك لا باباك. انا هي ماماك انا هي باباك. اي 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 ولات سيمة في البلاد ولا شنو؟ شكون نتوما؟ شكون اللي دخلكم لداري؟ وبلا ما تدير تطرطق عليا في عينك راه دغيا تشعلوا لي البولات. هي غتعطيني البنت الديوا بالسترة هي ندير لخالتي اكبر شويه في هاد الحومه. صافي ثقلتي والله حتى زغتو. جيب جيب البنت وتبعني البريقه حالي مونشير. ها سيوي قول لي يا سيدي خصوص مشات لك السياره مشات الطوموبيل مع جويه الثلاجه دخلت للدار نتغدى الخارج اللي نخرج ما لقيتش الطوموبيل. واخا وقول لي السوارت اللي عندك كاين حتى بوحدك؟ بالنسبه للسوارت اسيدي عندي انا والوالد ورا الكاميرا راه شداتهم واحد جوج هما اللي داو الطوموبيل. وقول لي هاد الجوج تعرفهم؟ لا سيدي ما كنعرفهمش ما عندي بهم حتى شي حاجه. وهاد التسجيل جبتيه معاك؟ والوليد وعيينا ما نقلبوا كاع الجراد اللي درنا عليهم. البنت راها مخطوفه راه ماشي تالفه. يلا صافي انا نشوف شنو عندي. يلا السلام عليكم عمي شي درهم الله يسهل عليك. سير اخويا الله يسهل عليك قلتي لي غانت تفو على بشار كي تاريخ. حلالي انت ما صيفط لكم هذه من الطاليان ها كيفاش وكيفاش كيف كناس اسرع عشير زريقة جابوا لي وحده فحال هذه من الطاليان. كيفاش اخويا كيفاش الطاليان وشكون زريقة؟ شكون زريقة؟ فدبر عليا نقولك شكون. انت شوف الله يرحم لك الوالدين نشري لك اللي بغيت انا داك ما بغيت غير بنيتي نشتي هذه البنت. ام بغيت والو اختي انا بغيت غير طاكوس. شوف اصاحبي ونشريك حانوت ديال طاكوس قولي غير البنت فين شفتيها. بغيت حانوت انا بغيت غير طاكوس واحد. ناخذوا لك عافاك. بغيتي طاكوس واحد؟ سير معاها انا غنشريك طاكوس واحد. صافي الله. واخا سيدي هاد التسجيل غادي يبقى عندنا الا بان شي جديد ولا بان شي حاجه غادي نتصلوا بك يمكن لك تفضل دابا. شكرا عمد. وي السياسي قالوا سعاده الطابع دابا حنا كنا جالسين نقراو شويه وجا واحد الدري صغير كيتشمكر هنايا وقال لنا بلي راه شاف كيفاش وين البلاصه مازال ما عرفتش ولكن هو قال لنا دابا غيدينا للبلاصه فين شاف. شوف اسمعني مزيان غتوصل صيفط لي لوكاليزاسيون وما تحرك حتى انا والدراري. صافي واخا كون هان. الو نبيل شوف من اليوم انا بحال خوك وديما غادي نبقى نهشم بيك. صافي يا زريقه. ها كيفاش عرفتي سميتي؟ راه سمعت هذاك الدري الصباح تيقولها لك. ويه دبدوب وهذاك صاحبي هو يجي يلعب معايا ديما وكيعلق بالكشوق وقدا يبيعني وماكسويل هو الضيف. شكون هو ماكسويل؟ هو واحد الكلب زوين وضيف وغدا الصباح من فيقه
ونوري ليك. وايا تمسطي ولا شنو؟ اش باغي توري للبنت غدا؟ راه من دابا شويه غادي نديو نحطو حدا البوست البوليس. قال لك غدا. وعلاش؟ واه ظريفه ومتديش المساله. وايه وراه عرفنا البنت ظريفه، ولكن شوف صاحبي البنت كنقيه اكثر من حياتها. صاحبي القرا دابا وليده غيتسطاو عليها بالتقلاب. ولكن انا بغيتها تبقى معايا. واه زريقه والله يهديك، واش دابا انت تبغي لي يدي عليك الديبو وتكمل حياتك بلا بيا؟ ايوا شتي، ايوا راه تهكك والديها. اوف وشوفي الديبه ما نحطوهاش قدام البوست، غندخلو حتى لداخل ونعطيهم البنت بشخاوة مرتاحين. ياك سيدي باش تخرج غير انت اللي مرتاح من ديك الكوميسارية. وليش؟ واربي وصاحبي واش انت عارف اني كل بلانات عندهم وباغي ديني تير عندهم برجلية مريض نتايا. ويه ونسيد نسيد صاف متخلقش متخلقش. أميرة انت عندي كل بوست البوليس باش تمشي عند ماماك وباباك، وكي وخش تما بقا يجي عندي صاحبي. حليلي زياتي، شنو هو السيد اللي قلبلت؟ ها هو سعد الضابط. مالي انا شدر؟ اطلق على ديبه، قول لي البنت فين هي؟ وراه هي لتحت مع الديبه وزريقه. تاكد. عاد وصلتهم اليوم من الطاليان. عرفتي الا لقيت كتكذب غنعلق امك من رجليك، سمعتيني؟ والله شاف ما تنكذب. واخا احنا نشوفو شطابه. يلا احمد يلا اشرف بقى معايا هنايا. واو واش بصح عندكم لي بيسين في الدار؟ اهو عندي بزاف ديال اللعاب. ويا حليلي سعداتك، وانا عندي غير معلقهم. اميره نوضي نوضي بنتي باش ندوك البوست. ولا ومشي دابا. وانت جبدت عليا البولات عاوتاني ومقبيله وانا مخليها معاك، اش باغي مازال؟ واللي اللي مبغيش والو بغي نسيطاش معانا في كروشه وتفجوع اميراتي. وشي شي حشومه سيطره بجوع ويلي. واخا سيدي وانا غنوض نمشي نجيب لكم ما تحنجره، ولكن اتونسون تحركوا من هنايا. واللي اللي معنا فين تحركوا؟ وبقاو هنا. قولي لي يا اميره شنو تبغي تاكل؟ بغيت تاكلياتين. شنو هو؟ اللي اللي مديش ليه بيها. شوفي جيبي لها رايبي وكيكا وانا جيبي لها العدس وتحشو وما تسيش ليا المناضة كحليه. واخا انا جايه صافي مشيت. هيني المغبون بنتي هنا منك وانا غاش العشق صعيب ولا رقويه. تبنيني يا بنت الناس. ديبا فين تما؟ سيري فيك. ديبا وليتي كتلعبي كبير، فين هي البنت؟ ها؟ ودابا قولي يا امياتي واش بصح ديني انا وديبه معاك لابيسين يوم وتما؟ اه. ودابا انا عزيز عليك ولا لا؟ الصراحه انت وديبه وليتو عزاز عليا. يا حليلي وعلاش؟ حد ديما تتحميوني من الشفاره والشمكاره. اه اميراتي وشي انا وخي غنبقاو معاك ديما تلقاي باباك ومامك. صح شكرا. ماشي زيدي. ديبا شكون هادو؟ ويكون تي باغي العدس وانت دي تمشي تاكلو سخون. ريمش جيب لي البنت. شناهو؟ والله ما ديو لي اميرات هاي انت اللي لقى. دخلي دخلي ماك شوي عراضك عراضك ماك شوي. واو انا مانيش عارف شنو تقلب عليك. زيد زيدي واو ويلي ويلي.
عرف قالوا لي وقالوا لي يا بنفاش جرت كل شي ومشيت لبي حيت حياتني غدرت الناس عرف قالوا لي وقالوا لي يا بنفاش جرت كل شي ومشيت لبي حيت حياتني غدرت الناس أموريك ما وقع لك شي حاجة خايبة لا ماما ما وقع لك والو لا اسمحي يا بنتي اسمحي لي من اليوم عمري نخليك بوحدك خليك وحشك يلا زيد قدامي يلا يلا على سلامة بنتكم ولكن ضروري تجيب لي التقرير الطبي ديالها وتلتحق عندنا الدائرة باش نكملوا الإجراءات شوف الله حنا ما لينا شي حاجة سيبو تركبونا بينا انت على الخاوش ساليتي وطلعي واخا سيدي كون هاني شوف خاي الجوكر خاصنا نقد اوراقات لديك البرويطة نتهناو منها اخوي حيد عنا الموتشي انا كون صحابي الحشيشي خليك تفكر انا بقى ديما نجيبولي وي غنمشي غدا اش من غدا دابا شويه غنقصدو اسكوبا غيقادينا الاوراق الطوموبيل صافي عندك بنادم يح عندي بنادم بزاف شوف الا قادينا الاوراق 3.5 4 حتى 5 مليون ما غنهبطوش عليها حاجه باينه شوف شويه ما تقول حتى شي واحد السلام عليكم بكم ولا يقشعوا السلام ورحمة الله شكون سيادتكم اخويا على الدخل شكون سيادتكم الجوكر راه باين بوليس ماشي الجوكر هو الجوكر راه معاكم اخويا شنو هي اماك اللي سولتي هو الجوكر والله حتى اللي سولتي انا هو الجوكر والله ما انا هو الجوكر بالرب الشاف انت هو سي بون نتخوالو دكتور الحمد لله سياسين بالنسبه للبنيته الحمد لله راه ما عندها حتى شي حاجه غير واحد شويه ديال الخلعه مع المده ان شاء الله راه غتولي لاباس واش بصحه دكتور ما عندها والو الحمد لله لا بالنسبه للبنيته ما عندها حتى شي حاجه انا غادي نخرج لها دابا دي كالمو وان شاء الله غادي تولي بخير وبالنسبه لك سياسين فالتقرير اللي طلبتي منا من هنا واحد الساعه المكان غادي يكون موجود واخا دكتور وشكرا بزاف الله يرضي السياسين هذا واجب تفضل شوف البنيته اموري اوكي ديالي حبيبه صافا صافا دابا شويه شويه عندي لك واحد الخبر عرفتي شنو من اليوم باي باي الخدمه باي باي الخدامه انا اللي غنقابل بنتي فين ما تخرجي من المدرسه انا اللي غتلقيني كنتسناك حدا بصحه ماما واش غتلقاي ديني للبارك ندي حبيبه ديالي وكل السبت ولكن عندي شرط تجيبي دينوت زويني في ليكول واخا ماما نوغاد النوري ملقبة بالديبة عندك 25 بلان كلهم تجارة في المخدرات والضرب والجرح كاين ولا ما كايناش اه شاف الضرب والجرح راه كاين ولكن الشاف المخدرات هذا راه والله تغب بيلانتي زادو عليا وحق الرب شنو هو بيلانتي حنا لاعبين كره هنايا وانت طلعتي المدينه كلها بالسيليسيون السيليسيون لا الشاف والله ما السيليسيون الشاف العسل طوق الشاف وديبه مع راسك ما قالوا ديبه تا ديبه الا كنتي ديبه برا انا هو الديب هنايا واخا هادشي كامل غندوزو عليك وغنحسبوه ما كاينش ولكن بشرط اه واللي هو الشاف غتقولي لينا شكون اللي منظم هاد العصابه هاد الاختطاف وفين كديهم واش كديروا بهم اه اختطاف شمن اختطاف الشاف والله ما فاهمه والو في هادشي الشاف انا اول مره تنسمع هادشي هذا الشاف وهاديك البنت اللي لقينا عندكم ني جاتكم والله شفت البروشه لقاها خويا تلفه في الثانيه وجابها والله شفت كنا غادي نجيبوها اليوم للبوست حيت عرفناها تلفه الشاف وحق الرب اسمعي لالا هاد الهضره ما عندي ما ندير بها ما تدخلش ليا لعقلي ودابا غنهبطك تبردي شويه غنعطيك ساعه المكانه فكري فيها مزيان
الا بغيتي تخرجي من هذا المونتيف. كاين الشاف راه والله ما عندي فاش نفكر الشاف، واش نفكر شي حاجه ما كايناش. انا ماشي سوقي في هذه الهضره، وانت راك عارفه 26 بلان وزيدها بالاختطاف، يعني رجل هنا ورجل في المؤبد، احسن ليك تعترفي. مؤبد شاف كاين الشفره، كاين التجاره في المخدرات، وكاين السيليسيون، وكاين كلشي. الا الاختطاف الشفره ربي ما كاين. هادشي قديم وعطينا المفيد، وبلا ما تحاولي تغطي الشمس بالغربال. عندك ساعه هاد المكانه، غتهبطي لتحت وفكري مزيان. أوين أنا خطيطة فأوين أوني خرج علي ذيك راس الطابر، كنت في العسل ديالي وعايشة على مسقنا في المؤبات والخطيطة في الطوب. نبيل نعمس، ما عندك ما يدير وهاد الساعة هبط الديبات كلاصة هي وداك الحماق ديال خوها هي الأولى. المهم فاطمة الزهراء، دخلي اميره بدلي لها حوايجها وغسلي ليها، انا غادي نمشي للمركز ونشوف علاش بغاوني وندير كاع الاجراءات اللي خصهم يدار. صافي دابا ما نمشي معاك. عاد كي تمشي راك عارفه اميره يلاه توجد راسها. يلا ماما اكرام 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 اويلي من هذا اكرام اويلي مالك مسخوط اكرام 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 اش واقع؟ لقاو اميره لقاوها. ويلي فين لقاوها؟ واش انا عرفت؟ راه غير بنت لي دابا معاهم في الطوموبيل، جيت كنجري باش نقولها لك الصراحه. والله تعادل تاحيت. زيد زيد يلا نشوفوا هذا البلان ديالك. وزيد وصمتي يا اختي ليش وزيري معايا وغتشوفي بعينك. راي الشيا راي بصح، ولا عند بالك كنكذب عليك انا؟ انا سلمت اميره، فين لقيتيها لالا؟ سوقك فين لقيتها؟ انت بالذات غتجمع حوايجك وغتطرقع عليا وجهك من هنايا. وهادي شنو درت ليها انايا؟ بيناتكم اختي خليني نمشي بحال صديقي خارج عليا حتى انا. عبد اللطيف بن حيمد ملقب بالجوكر، عندك ثلاثه شدات في السرقه الموصوفه والتجاره في الاقراص المهلوسه. تجاره في الاقراص المهلوسه هذاك الشيء شحال هذا الشاف ولا علاش جايبيني دابا؟ وفي نظرك انت علاش جبناك؟ وانا ما عرفت. ما عرفتيش واخا، قولي شنو درتي هذا النهار بالتفاصيل. والو الشاف بحال ديما، فقت فطرت باش نتريني خوك عفا علي الله، تيجي جوج دشنا في قهوه ما فهمت حتى شي حاجه انا. دابا كتدوخ عليا ولا شنو؟ لا لا الشاف، واش كاين شي واحد تيدوخ على المخزن؟ غنتفكر. ما فطرتش. تلاقيت سعد وشفرنا طوموبيل. والله الشاف اللي كنا ناويين نردوها، وحق الله الا كنا ناويين نردوها. مزيان، وشنو درتو بالطوموبيل ملي سرقتوه؟ ما درنا به والو. كيفاش والو؟ ولا الشاف ماشي زعما والو، بغيت نقول لك زعما بقينا كندورو بها. بيني وبيك حنا رجال ما نخبيش عليك، واحد خايتي فهمتش بقى مع اثنين ما عندهش طوموبيل زعما وما عندهش موطور، صافي شفرنا ديك الطوموبيل. وكان دابا ماشي كاين في باركينغ اللي حدا الشوادة، وكاين ما هي بحال ديال شي بياس باقا راك عارف. الله يسامح. الله يسامح. سعد مراد ملقب بالريزو، الدوسي ديالك نقي، شنو علاقتك بالجوكر؟ الجوكر ولد الحومه، انا هضره يف خدام على مهمتي. كلكم اللي كتحصلوا كتقولوا نفس الهضره. دابا ما علينا الريزو، اجيني من الاخر، فاش شفرتو الطوموبيل شنو درتو بها؟ وبلا ما تحاول تكذب عليا راه الجوكر عاود كلشي. شنو عاود لكم كلشي؟ ومي عاود لكم كلشي بغى يصيدني، وراني عاود لك انا كلشي من طقطقه. السلام عليكم، مالو احسن منك. يلا تفضل انا كنسمعك. والله الشاف ما زيد عليك هضره. الصباح فقت مشيت للقهوه بحال ديما، شاربي القهوه، جاتو ابل ياك، ما عرفتش شكون عيطات ليه بنت ياك، دريه صغيره قال لي لا معايا، شفنا الطوموبيل مشينا خطفنا دريه شري كاين. والله حتى تلقناها، اقسم لك يمينا حتى تلقناها. شنو تخربق عليا انت دابا؟ واش عارف راسك شنو تقول ولا لا؟ انا اختطاف كتهضر عليه. شنو هو بغيتو تصيدوني؟ والله اللي صيدتوني يا الشاف، شفت هادشي اللي قلت؟ والله ما زدت عليك كلمه من فوق، بغيت نزدت عليك كلمه، بغيت ربي يعميني.
بلاتي بلاتي خربقتيني دابا. انا بلاصه خطفتو فيها البنت. خطفنا الشاب حدا الفيلا ديال الازهر. حدا الفيلا ديال الازهر. شوفوا شي هادي هي الليله هي ولكن الله يتحط لها حدا حي الكريمه بالله اقسم لك يمينه الليله هي هذه البنيته. تقول لهم كل شيء من تكاتا فاهم الحمق. بيني وبينك تهيت نمشي للعيون مكرهتش يكون جي يكون طويل باش نشوفوها المدام والعائله. وحاسبك با نبيل ولكن راه ما كاين لا كونجي لا والو مع الظاهره اللي ولات ديال الاختطاف. راه ما كاين لا كونجي لا والو. بغيتي الكونجي ادخل عنده قال لك العيون خاصك شي مليون ولا العيون عيني يا صاحبي راس انت اللي جات معاك. ادخل انا دابا مشينا جينا جينا ردونا علاش ردونا الله اعلم. اجي انت شنو قلتي لي باش كنكسول فيك؟ هذاك الشيء اللي قلتي انت قلتو انا تا دابا انا شنو قلت؟ وهذاك الشيء اللي كاين هو اللي قلت لكم اليوم كلشي اسعد. وهي واش كاين تما شنو وقع؟ لا لا شاف والو والو. صاحبي مريضك خايرب لي الرزه مره بغيت نردو لي ها وحق الله. اجلس بلاصتك برك متريقي الجوكر مشيتي بعيد من السرقه للاختطاف. اه وبلا ما تبقى تشوف فيه وبلا ما تخدم معايا الزيكزاك ولا راك غتشوف معايا الويل. وهادي شكون صيفطكم تخطفوها وفين كنتو غادي نبيعها وشكون هو راس الحربه ديالكم؟ هادي الشاف من نعرفو الحقيقه انا نقول لكم كلشي وبلا كذب والله ما نكذب عليك ولكن راه ديك رئيس الحربه والله ما كنعرف. هادي شوف الصباح كنت جالس في القهوه انا واد مسخوط بوالدي وكاين والو الساعه ما كاين لا هكا لا هكا كاين طريبه شحال تكون معايا ناضي ديما ناضي. اهدا شوف ريح نجي عندك دابا ما تحركش ساعه. فين شي اكرام هانيه ليا بخير الحمد لله. سمعني الجوكر بلا ما نبقاوش نكذبوا لا سي حل معايا عقلك مزيان. وهي شي افير هادي وقول لي شنو فيها وقول لي بعدا عندك شي طوموبيل؟ واش عندك شي طوموبيل وانت مع الجوكر حسبي كلشي كاين مزيان. المهم شوف غنصيفط لك لوكاليزاسيون فين خدامه انا بغيتك تخطف بنت دوك الناس اللي خدامه انا معاهم. اها شحال عندي في هاد الموتيف؟ عندك 5 ديال المليون. 5 ديال المليون كامله تما هاد البنت اللي غنخطفها شنو غديروا بها؟ بها الزئبق. انت ماشي سوقك في هاد الشيء وبلا ما تكثر عليا الاسئله. انت كيفاش ماشي سوقي؟ سوقي وجوج راه الموتيف هذا واش هي؟ ديك البنت الزوريه بغيتي دير بهاديك البلاندي الشعواده. اكرام الا الشعواده راه ما عنديش ما داكش. انت اش من شعواده؟ راه البنت تصدر اوروبا صحاب اعضاء البشريه. شنو هو اعضاء البشريه؟ وبشويه يا صاحبي واش باغي تشوه هنا ولا شنو دابا؟ واش منك ولا ما منكش؟ اكرام اش غنقول لك؟ كملي لي 10 ديال المليون وانت ما عارفه البلان يكون هو هذا. واخا سيدي بغيتي 10 المليون جاتك ولكن نبغي البلان مسوقر ما نبغي حتى شي غلط. المهم دابا توصلك لوكاليزاسيون. يا راه تفطر لي لوكاليزاسيون غتلقاني معاك على القرص. وشي اللي كاين قلتو لي اقسم لك يمينني ما كذبش عليك فشي حاجه والله ما كذبش بالله. وانت شنو علاقتك مع الخدامه؟ الله يغبر لها الشقف تو كانوا بيني وبينها البزاطم انا ولينا في الدراري الصغار. الشيف اشرف اتصل بهريمش ودابا حضروا لي الخدامه. صامت يلا الله يرضى عليك. الحمد لله السي ياسين بنتكم ما عندهاش شي حاجه. الحمد لله داك الشيء اللي بغينا السي. ولكن راه عندي واحد الخبر غادي تصدمك. فين اخبار هذا انت؟ لقينا الخدامه ديالكم عندها علاقه بالاختطاف ديال بنتكم. كيفاش؟ هذا الشيء اللي كاين. اسمح لي صاحبي نتابع. الو فاطمه الزهراء. وي ياسين الخدامه دابا جاو شي بوليس الداوي غاديين بها ما عرفتش ما فهمتش والو شنو دايره. الخدامه عندها علاقه بالاختطاف ديال الاميره. كيفاش؟ صافي صافي واخا واخا يلاه. الحمد لله ربي نجاني منك لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم شقوفة ولا انت اكرام قموسة
بلا شك عرفتي علاش جبناك هنايا. مزيان يلا عطيني المفيد وبلي ديطاي، ما تحاوليش تلعبي معايا، الا لعبتي معايا غتشوفي معايا الجحيم. لا سيدي انا اللي كاينه نقولو لك. يلا بداي انا كنسمعك. انا في الصباح كنت عند مول الحانوت كنتقدى. هي معك حتى هذا. مرحبا صافي جمع لي دابا. الو الو اكرام، درتي لنا في لافير وصافي كون هاني. حسب اليوم البنت كاينه عندك. سمعي راه باغا في العشيه باش لقيت اموري مع الناس. صافي ولكن غير بلا ما تحاول تلعب معايا. 30 مليون هي 30 مليون ولكن بغيها كاش. صافي اكرام راك انت عارفاني، الكلمه هي الكلمه. ايوا المهم قول لي فين نلقاك العشيه. قول لي انت مع شكون واجده تقريبا. ديك الخمسه كنسالي الخدمه وقول ديك السته كاع تلقاني موجوده انا والبنت. ايوا صافي مع السته تلقينا الفيرما كنتسناك. صافي واخا وزيري معايا الشغل كون هاني. الو وهذا الشيء اللي كاين سيدي راه قلتو لك. واخا دابا غادي نسولك وغادي تجاوبيني وبلا ما تحاولي تكذبي عليا فشي حاجه. لا سيدي اقسم بالله ما نكذب فشي حاجه. قولي لي شنو سميت السيد اللي اتصل بك؟ سميتو مراد ولكن في الحبس لقبوه بالدوتش. وعلاش كان مشدود هذا الدوتش؟ الاغتصاب والضرب والجرح وحتى الاختطاف. ومن وقتاش انت كتعرفي؟ هذه 4 سنين الشاف. واخا وفين تعرفتي عليه؟ في واحد البار الشاف. هاكاك اختك كانت زوانيه ودابا قولي لي هاد السيد هذا مع من تيتعامل وشكون تيجيب ليه هاد الدراري وفين تيديهم؟ الصراحه الدوتش كيتعامل غير بالتليفون وما كيتيق في حتى شي واحد. وبالنسبه للدراري اللي كيتخطفوا كانت هادي اول دفعه ليه هيصدرها لاوروبا للناس اللي تيتاجروا في الاعضاء البشريه. ودابا قولي لي فين تيكون هاد الدوتش؟ فوقتاش هادشي اصاحبي؟ فوقتاش شدوها؟ مالي لا نهارك شعارف انا هادشي غيوقع نهارك حل. شنو دابا؟ شي عندي لا ما تيش عندي؟ انا غنجيب البراج وغنجي دابا استناوني حدا البراج. حل الباب معك البوليس. شوفوا وليداتي ما تخافوا ما والو، جينا هنا باش نحميوكم. يلا نوضوا معايا. يلا حباس نطلع سير عندك وقف مكسير بحال وقف براسك. سير هاد السلاح من يدك وقف. سير بغيتي شي وقف. اشرف تبعني. هاني صافي هاي ما ضربش ما ضربش ما ضربش اباط على ركابي. صافي
توتش صمت يا وليدي. تحرك السلام عليكم. انت اش باقي كدير هنا؟ بغيت نعرف شنو باقي كدير. شوف على وجه الوالده ديالك غادي نخليك تكمل خدمتك، اما والله الا زدتي معايا الضربه في هاد الدار هادي. شنو هاد الصداع هذا؟ شنو هو هاد الصداع؟ انا غير المعلم جا في حاجه الشرطه. يلا جينا نشوف فاطمة الزهراء فين هي؟ فاطمة الزهراء جالسه تما. واميره؟ اميره راه جالسه حدا الكرسي. دخل الطوموبيل. شحال ما شتي شحال ما ضربت تمارة ياك؟ اه ولا بغيتي تجيبي الخدامة عاوتاني شتي شنو خرج منها؟ لا صافي. شنو صافي؟ عمر داوود ما يعاود. دابا شنو دابا؟ طال الكوزينة وسيدي كاع داك السهيوات اللي كنتي كتشوف وكتشهاهم. هنيتك غنعوض لك كلشي. والخدمة شنو غديري فيها؟ خدمة صافي نكلف خديجة غنبقى نمشي غير من شال لشال نتحاسب معاها وصافي. اصلا البنت عارف تربيتنا. لا لا كونفيونس خديجه ماني ما بقاش معاها مشكل. الله يعمرها دار اصلا صافي غنكلفها بكلشي. اليوم خرجوا اميره البارك. وي يا حكا ما قلتلكش على ديك البنت. مالها؟ ما فهمتش اخويا سير هضر معاها. نوضه اميره تبدلي الا بغيت زريقه. علاش هي باقا ما بدلاتش حوايجها؟ مازال داك الكسوه. علاش ما بغاتش؟ ما بغاتش تدوش. نوضي تدوشي تجي ديبا وندوشو انا وياها. ما فهمتش فورماطاج على دوك الجوج اخويا. راها جالسه في لابيسين مشعكه حاجه حاله وجالسه ماما ما فهمتش حق الله. تاني ما عرفتش نديرو معاها عاوتاني. المهم شوف انا جيت عيان سخسخ كل عرق راه مشيت دوش بدل حوايجي وديك الساعه نشوفو المشكل ديال الاميره صافي ندوي معاها نجي بعدا غير نبدلها ونشطلها داك الشعر صافي واخا ندوي معاها دابا بالصحه وراحه. اميره مبوكوصه ديالي باش نعرف انا علاش باقا لابسه هاد الحوايج وماما قالت لك اجي نبدل لك وما بغيتيش. تجيب لي بابا الزراقه والطيبه. علاش بغيتيهم هادوك؟ صافي راه ما بقاوش هما اللي شادين ديك التهمه انهم هما اللي خطفوك. دابا تلقوهم بغيتهم ولا كان بغيتهم انا يعيشوا معايا. انا يعيشوا معاك بنيتي؟ سمعي دابا انتي بنتنا وهما عاوتاني ولاد شي وحدين، يعني ميمكنش اي واحد غنجيبوه يعيش معانا فهمتيني؟ ولكن بابا عندهم واحد بلاصه خايبه فيها الطب فيها بزاف ديال الحاجه. انا بغيت غير نعرف علاش بنتي كديري هادشي كامل. انا تندير هادشي حيت علاش كاميرا عندك لابيسين واللعاب وباباك وماماك. انا يومين ما شفت ماما فاش كانت صغيره وبابا واش ما جات علينا ما تبقى في الزنقه وعندي ديك النص ديال هي وتلعب معاه ديما من صغير. انت حتى لما كانش كوك بحالك وعندي لابيسين واللعاب وبقى بابا شي لي حلوه وماما تدوي لي من كومايد. هادشي اللي كاين واخا تشوفهم هكاك راه ظريفين. ظريفين؟ انت جلستي معاهم نهار واحد عرفتيهم ظريفين. المهم شوف نوضي بعدا بدلي حالتك وبدلي حوايجك وغسلي وديك الساعه نديك على لا نشوفوا هاد الحريره ديال الديبه وزريق. ما بدل الحوايج ما نقد حتى حتى تجيبهم ليا وحتى الماكله ما نبقاش كاع ناكل. شتك جيتي جي بوحدك فين هي البنيته؟ والبنيته راني خليتها مع ماما في الطوموبيل تحت. اسيدي على سلامتها. الله يسلمك وعلى هادشي جيت نهضر معاك. مرحبا. الصراحه بغيتك واحد الموضوع اللي مهم بزاف وصعيب شويه في الخدمه. زريقه والديبه مالهم؟
بغيتهم يخرجوا باش ما كانوا يخرجوا مزيان. بالنسبه للزريقه مرفوع عليه قلم هذاك يقدر يخرج. بالنسبه للديبا عندها دوسي شويه عامر وعندها بزاف ديال البلانات. شوف كاع البلانات واي حاجه نتكفل بها انا. وعلاش باغي دير انت هادشي كامل؟ هادشي كامل باغي نديرو على قبل بنتي، وانا مستعد نسني لك التزام على انهم غيعيشوا معايا وما غتبقى تشوف حتى شي حاجه من ديك الديبا. انتي خفي الو شطابة ديبا، هاد المرة ساقتي منا زيرو شدة والدوسي ديالك بقى نقي. زيرو شدة فلتت منا الدوسي نقي، فهمت والو اش شاف كيفاش البلان؟ اش هاد المستوى ديال الهضرة هذا؟ اش هاد الهضرة الزنقة؟ انتي دابا غتعرفي. ادخل. أميلاتي الله بيلاتي جديد توحشك تا انا صافي لقيتي ماماك وبابا؟ اه مشيتي للفيلا ديالكم؟ اه وما غديناش معاك انا عندك تا والديبا تعوموا معايا حلف بالله. اه بغيتي من الوعد ديالك؟ اه نعوموا في البيتين. اه شي شي واللعب ديك نلعبوا بيهم انا وياك. اه شكرا. اسمعي نوهان، لقب الديبا نساي السياسيين سناو التزام هو المدام ديالو باش تعيشوا معاهم في الفيلا، وهذه فرصه باش تغيروا حياتكم انت وداك المسطي ديال خوك. وشوفي بعدي من السيليسيو. اش من السيليسيو الشاف فكر العسل الشاف حلو شي فين كيعيش كيديك النرويج. واش واش بقى زايده فيه؟ واش حنا مسالين هاد الحماق ديالكم؟ انوض ربات البنت تسناكم. حنا الشاف ما يكون خاطرك نوض تقعد احنا غادي نشوف. الله فيه الشاف. الله فيه الشاف. مرحبا بك العام الصفر. حلا بك العام استحيتي لك الشاف. بسلامة الشاف. خرج يا ولد الحرام خرج تسبان. احليلو احليلو Ben primo, si guardo chi ha entrata nel mio cuore, ho sentito che mi sto innamorando dal primo. Si guardo chi ha entrata nel mio cuore, ho sentito che mi sto innamorando. La la la. La 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 la